جهاز الإطلاق مسافة 1400 متر، وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهاد وفراس السنتين على هدية صحيفة الجزيرة سيارة زائد مبلغ 60,000 ريال، مشاركة كل من سيف العز ولد الجزيرة المحايد مشعوف هلي ندى رضوان داتلين هلا شهان تقابة ليمن معللتي دانة رماح بنت قرم الجوهري باسي لتغانم نسبة، والتقدم لمشعوف في المركز الأول مع محاولات بنت قرمة في المركز الثاني، وأيضا باسلة غانم وجياد وأفراس السنتين المتنافسة في الشوط السادس على هدية صحيفة الجزيرة تستعد الآن لأخذ الدور الأولى لا المناطف الأول لا مع تقدم بنت قرمة من الداخل الآن، وأيضا مشعوف يتأخر المركز الثاني وحاول باسلة غانم المركز الثالث مع محاولات سيف العز للتقدم المركز الرابع وهلي للمركز الخامس الآن، وبنت قرمة تستحوذ على انطلاقة هذا الشوط الآن في المركز محاولات مشعوف تأتي الآن لتحسين للعودة لموقع السابق المركز الأول، وبنت قرمة المركز الأول باسلة غانم مع المنعطف الأخير والخط المستقيم بنت قرمة باسلة غانم مشعوف يأتي من الخارج الآن، وبنت قرمة باسلة غانم تتقدم الآن باسلة غانم للمركز الأول، ومشعوف يأتي أيضا للمركز الثاني الآن باسلة غانم تتقدم جهاد وفراس السنتين باسلة غانم محاولات من مشعوف تأتي أيضا محاولات من ندى رضوان وباسلة غانم تنهي التنافس لصالحها، وهدية صحيفة الجزيرة سيارة زائد مبلغ 60,000 ريال.